يلا اليوم معنا تيمون وبو، اليوم معنا عمورة. عبد الله، وين البنتين اللي سهروا عندك امبارح؟ بنتين ايش؟ الويسكي والهذا وين؟ اقول هالامور مو بعلي، انا متربي احسن تربية يا عمري انا المحترم، يا لبه ما تخبى. حبيبي. معنا يا اخي انت، خلاص انا اقول خلاص لك خليك محترم يا عموره، خلني انزل سنابه. خلاص، يلا مش عيش سنابي يا الكرامه، كندرة، الانستا. خلني انزل سنابه اقصد، واحط حسابك في الانستا، بس انا اقصد خليك محترم بس 10 ثواني، بعد ال10 ثواني لا تصير محترم. كيف؟ ماشي اليوم معنا عموره المحترم. عموره ايش؟ المحترم، الله هو. في حد بدق علي كسر. عمورة ما وده يصير محترم، متك علق يا عمورة، ارجع اطلب قسط يا رجال. قل غير، انا بكرة بروح اسجل، تعال معي. دقيقة، ترى مو جالس أشوف كومنتاتكم، جالس أدخل قست. وش أكثر دولة تحبها أنت؟ استهبل عبود، ليش استهبل؟ وش أكثر دولة تحبها؟ الو، هلا عمورة تسمعني؟ انت معي بتحكيها؟ إيه، أقول لك إيش أكثر دولة تحبها؟ اللي بدعم اكثر مين اللي بيدعم أكثر؟ انت حبيبتك خاينتك صح، وجهك متغير علي اليوم. زملائي، زمان البنات ظلم يدقوا علي، يا الله صاروا يرنوا على الواتس. انا ودي اعرف مين الحمارة هذه اللي معورة قلبك، والله بديش اعرف، والله بديش اعرف، عشان ما اعطيها كتلة في وشها والله العظيم. اسمع، خلينا اروح ادخل من حسابي، شو رايك؟ مو حسابك متبند؟ من بدخل بقدر ادخل كسد، يلا روح ادخل قسد. بس يمكن حسابي ما يطلع ليش ما يطلع؟ لانه لأنه يمكن ما يطلع. انت قد طب دخلت اسمع، قسد فيه؟ طب اذا ما طلع بتكفل البث وبتفتحه من جديد، حاضر، وعدني. أوعدك أكون لك للأبد. يلا 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 بروح. يلا، أوعدك أرحل علي.